يعني حقيقة توجد مشاريع تجارية حققت ربح أرباح لأصحابها، وهذه المشاريع أحيانا تكون غريبة، سنذكر بعضها على أساس أنه إذا كان عندكم اهتمام وإذا صار فيه اهتمام لتفاصيل أكثر فسنعطيكم سنوافيكم في الحلقات المقبلة تفاصيل كل مشروع، دراسة الجدوى وغير ذلك. إذا المشروع الأول الغريب والنادر أشجار من الصلب، المشروع الثاني مشروع الدمى، المشروع الثالث إزالة قبل الرأس، رابعا تأجير وبيع تماثيل عرض الملابس، خامسا شيء مقابل 10 دولارات، سادسا الكرات المرجانية، سادسا تأجير الأبقار، مقاهي القطط، قص العشب بالماعز، خدمات غير قادرين على الحركة. شاركنا رأيك حول 10 أفكار مشاريع غريبة لكنها مربحة، واكتب تعليقك أسفل الفيديو.